بص معايا كده، اول سؤال في موديل 1، هناخد موديل 1 الجبرا، موديل 1 لو الجبرا يعتبر كتاب المدرسه، هناخد الاسئله الكومبليت اللي تشوز بس على اساس ايه، على اساس ان هم اي حاجه واقفه معاكم اسالوني عادي يعني. طيب the solution set of the equation، اول سؤال the solution set of the equation x power 2 plus 3 times x power 2 x power 3 plus 1، يعني ان هو جايب لي الايكويشن كده، هو عندك في المعاصر هو موديل 1 ويعتبر هو من كتاب المدرسه يعني. طيب ادي اكس بار 2 بلس 3، هنلاقي هنا واخلي الانسر يعني اكس بار 2 بلس 3، وهنا اكس بار 3 بلس 1 ايكوال 0. طيب احنا عندنا دلوقتي المفروض البراكت ده مره يساوي 0 ومره البراكت ده يساوي 0، يعني المفروض اكس بار 2 بلس 3 ايكوال 0، والمفروض اكس بار 3 بلس 1 ايكوال 0. طب اما اجي احل، انا هودي ال 3 الناحيه الثانيه اوبوزيت سايد، يبقى اكس بار 2 ايكوال نيجاتيف 3. المفروض اخد سكوير روت، تيجي تاخد سكوير روت للنيجاتيف 3 ما ينفعش، هيقول لك ايرور على الكالكوليتر، يبقى دي السوليوشن سيت بتاع دي فور. طيب نيجي نحل دي، هنودي ال 1 الناحيه الثانيه باوبوزيت سايد، يبقى اكس بار 3 ايكوال نيجاتيف 1. هتقوم واخد كيوبك روت عشان ده اكس بار 3، الكيوبك روت بيلغي البار 3، يبقى دي بقت اكس ودي بقت نيجاتيف 1، يبقى انا كده ما عنديش الا سوليوشن واحد بس اللي هو نيجاتيف 1، تمام؟ او عامل كده يبقى السوليوشن سيت بتاعتي نيجاتيف 1، بتتحط في ايه؟ تحط في بريسز كده، يعني المفروض ما بكتبش باي بقى، السوليوشن سيت يبقى نيجاتيف 1، تمام؟ طيب مفهومه ولا صعبه؟ يبقى انا بس كل خدت البراكت ده سويته بزيرو، خدت ده سويته بزيرو، تمام؟ ونقلت 3 وجيت اخد الروت، ما نفعش ناخد الروت نيجاتيف 3، هنا جيت اخد الروت كيوبك روت عادي بالكالكوليتر هيديني نيجاتيف 1، يبقى السوليوشن سيت بتاعنا نيجاتيف 1. طيب لو جينا بصينا، عايز برضه تاخدها سكرين، ناخدها سكرين شوت خد، ماشي معايا؟ طيب اوكي، لو جينا بصينا بعد كده، question number 2 بيقول لي if the lower boundary of a set is 10 and the upper boundary is x and its center is 15. اه تمام، هو المفروض السنتر بيجي ازاي؟ السنتر ايكوال، المفروض ان انا اعمل الابر باوندر او الابر باوندري ماينس اللور وبعدين ديفايد 2، تمام؟ يعني لو انا عندي مثلا كده 10 من 10 سوري بلس من 10 ل 20 مثلا، ده بيسموه اللور وده الابر، بنعملهم بلس بعض وديفايد 2، يوم يدي لك ايه؟ يدي لك 15، اللي هي بتجي لك في التيبل دي، في كده في التيبل بيقوم قايل لي هنا ايه من 10 ل 20، ما هو انا عامل 10 بلس 20 ديفايد 2 تقوم مطلعها 15، ده السنتر. فهو دلوقتي بيقول لي ايه؟ بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان السنتر ايكوال، مديني السنتر اللي قال لي الابر باوندري از اكس، ممكن نعوض الابر باوندري اكس واللور باوندري بكام؟ قال لي ب 10 اوفر 2، والاجابه ايه؟ الاجابه هنا 15، السنتر 15. طب انا ممكن اقعد اجرب ارقام على الاكس دي لحد ما ايه؟ هلاقي 20، 20 بلس 10 30، 30 ديفايد 2 ايكوال 15. دي حاجه، اللي مش عايز يجرب وماخد ال 2 دي عاملها بالتايمز هنا، اسهل حاجه يبقى اكس بلس 10 ايكوال 30. طيب اقوم ناقل ال 10 هنا في اوبوزيت سايد، يبقى اكس ايكوال 30 ماينس 10، يعني اكس ايكوال 20. لو انا جيت اجرب فعلا ان لو 20 بلس 10 اوفر 2 هلاقي الانسر طلعت كام؟ يعني لو الاكس دي مكانها 20، 20 بلس 10 اوفر 2 فعلا هتطلع الانسر كام؟ 15. يبقى كده الاكس هو بيسالني على الاكس، يبقى انا هقول له الاكس دي كانت بكام؟ كانت ب 20. تمام، طيب لو جينا بصينا على اللي بعديها، مديني انترفال نيجاتيف 2 و2، خد برضه سكرين شوت يا يوسف، تزمان خد سكرين شوت. طيب طيب لو جينا بصينا على اللي بعديها، دي نمبر 3، بيقول لي الانترفال
نيجاتيف 2 اند 2 ار نيجاتيف 2 اند 2. خد بالك ان نيجاتيف 2 اوبند و2 كلوزد لو عملت يونيون مع نيجاتيف 2 اند 0. هي كده اصلا ما فيهاش نيجاتيف 2، فلما عملت يونيون مع نيجاتيف 2 اند 0 الزيرو موجود اوريدي هنا اصلا في الانترفال دي، لان دي معناها من نيجاتيف 2 لحد 2. فهو كل ايه اللي هيحصل؟ النيجاتيف 2 هتنضاف هنا. هو اصلا الانترفال دي يعني ما فيهاش نيجاتيف 2، ما فيهاش نيجاتيف 2. فانا لما احط معاها النيجاتيف 2 هلاقيها اتقفلت من عند النيجاتيف 2. طب والزيرو؟ الزيرو لو حطيته هو موجود اوريدي اصلا، فما فيش داعي احطه. يبقى كده بقت الانسر بتاعتي نيجاتيف 2 اند 2، هما الاثنين بقوا كلوز. تمام؟ هو طبعا الامتحان بيجي لنا تشوز، هو الكتاب بتاع المدرسه جايب كومبليت وجايب تشوز، فسواء ده او ده التشوز الكومبليت برضو ممكن يعمل لك في الامتحان على هيئه تشوز، نجيب لك في الاختيارات مثلا حاجه زي كده وانت تختار. طيب فعشان كده هنحل اسئله الكومبليت والتشوز على اساس الامتحان جاي كله كومبليت وتشوز. طيب نشوف اللي بعديها بيقول لي ايه. A cube whose volume is 8. A cube whose volume is 8. Then the sum of all edges, the sum of all its of all its edges edge lengths is. طيب هو كيوب دلوقتي انا لما اجي لك كيوب انت اللي عايز تجيب السايد بتاعه او الايدج بتاعته وتقوم عامل كيوب كروت للفوليوم على طول. يعني الكيوب عامل كده. هو له كام ايدج؟ له 12 ايدجز. كيوب له هاز 12 ايدجز. انت عايز تجيب الايدج الواحده طولها كام؟ اعمل كيوب كروت للفوليوم. طب هو مديك الفوليوم ب 8، خلاص اعمل كيوب كروت لل 8 هيطلع كده. يبقى معنى كده ان كل واحد من دول 2 2 2 وهكذا. طب ايه المطلوب مني؟ يقول لي ذا سم اوف اول اتس ايدج لينثس. السم بتاعهم هو اصلا عنده كام ايدج؟ عنده 12 ايدجز. 4 ايدجز فوق 4 ايدجز تحت و4 ايدجز واقفين كده، يبقى عنده 12. الواحده منهم بكام؟ ب 2. خلاص يبقى انا اقوم عامل ايه؟ 12 تايمز 2 هيطلع الانسر كام؟ 20. يبقى مجموع الايدجز دي كلها هيطلع كام؟ 24. تمام؟ طيب the multiplicative inverse of the number root 3 plus 2 in its simplest form. طيب هو انا المفروض ممكن اعملها من غير كالكوليتر، بس احنا ممكن طالما هي جايه في تشوز كومبليت ممكن اعملها بالكالكوليتر على طول. يعني انا اقوم عامل كده اهو، يعني هوريها لكم برضه من غير كالكوليتر وذاوت كالكوليتر، وبعدين هوريها لكم بالكالكوليتر. ادي 5. هو المالتيبليكيتيف انفرس هو جايب لي ايه؟ جايب لي روت 3 بلس روت 2. هو لو قال لي اديتيف انفرس كنت غيرت الساين دي والساين دي، يعني دي بقت نيجاتيف ودي بقت نيجاتيف. لكن هو بيقول لي مالتيبليكيتيف انفرس. مالتيبليكيتيف انفرس ده اصلا يعتبر كانه اوفر 1. فالمالتيبليكيتيف انفرس يعني نعمل ريسيبروكال بنشقلبه. طب انا لو شقلبته هيبقى ايه؟ هيبقى 1 اوفر روت 3 بلس روت 2. لو انا قمت كاتب دي زي ما هي كده على الكالكوليتر هتطلع لي الانسر على طول. طيب نفرض ان انا عايز اعملها وذاوت كالكوليتر. تمام؟ اهو المفروض ان انا بعمل ايه؟ بعمل كونجوجيت هنا كده. عشان في ناس بيحب يحلها بدماغه. تمام؟ فالمفروض ان انا بعمل كونجوجيت بكتب ده هنا فوق وتحت بس بغير السم بتاع النص. طب دلوقتي 1 تايمز روت 3 ماينس 2 هيديني روت 3 ماينس روت 2. طب دول لما اجي اعملهم تايمز بعض تحت روت 3 تايمز روت 3 هيديك 3، روت 2 تايمز روت 2 هيديك 2 يبقى ماينس 2. طب 3 ماينس 2 ايكوال 1، يعني كانها روت 3 ماينس روت 2 اوفر 1. اي حاجه اوفر 1 بنفسها. فيبقى الانسر بتاعتي روت 3 ماينس روت 2. من الاخر انا طالما الامتحان الكالكوليتر از بيرميتد ومسموح بيها، انا ممكن بالاول انا عرفت ان المالتيبيكيتيف انفرس هو ده، هكتب ده زي ما هو كده على الكالكوليتر زي ما هي كده. على الكالكوليتر بتفتح زر الاوفر تكتب ال1 فوق وتكتب ده تحت وقول له ايكوال، هتلاقيه قال لك طلع لك الاجابه دي. مفيش داعي بقى اعمل ستيبس الا اذا هو قال لي شو يور ستيبس. تمام؟ طيب نيجي على سؤال التشوز اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي في سؤال التشوز يا واحده ماشي. طيب هو بيقول لي في سؤال لي تشوز ايه؟ choose the correct answer from the given ones. if the radius length of the sphere is 6 then its volume is. ال radius length بتاع السفير is كام؟ is 6.
then its radius is then its volume is سهلة قوي. انا عندي الفوليوم بتاع السفير ايكوال ايه؟ الفوليوم بتاع السفير او دي نمبر 1 في تشوز. الفوليوم بتاع السفير ايكوال ايه؟ 4 اوفر 3 باي ار كيوب كده. طب نبتدي نعمل سبستيوشن. هو بيقول لي الايه؟ اللينث 6 بتاع الريديوس يعني ده 6. يبقى انا هكتب 4 اوفر 3 عادي وادي الباي عشان هو جايب الانسرز فيها باي. والارض عاد عنها بايه؟ 6 باي 3. تمام؟ هو محاسب دي كلها على الكالكليتر. هقول لك تطلع كام دلوقتي؟ 216. هجربها بس عشان مش معايا الكالكليتر دلوقتي. 72 هتطلع 882 والباي هتنزل. تمام كده؟ يبقى تطلع 288 باي اللي هي اخر واحده او اوبشن نمبر دي. تمام؟ يعني انا هحسب ايه؟ الباي هتنزل عادي واحسب دول على الكالكليتر. طب ساعات هو برضه بالمره بيعكس لي المساله. يعني يوم قايل لي ايه؟ يقول لي طب لو الفوليوم بتاعك ب 288 باي وفايند انت الريديوس هنعمل احنا ايه بقى؟ العكس يعني. هو هنا اداني الريديوس فانا حسبت الفوليوم على طول، لكن لو اداني هو الفوليوم وقال لي ان الفوليوم ايكوال 288 باي وقال لي احسب لي انت الريديوس، تتعوض تحت كلمه فوليوم ب 288 باي وتكتب الرول بتاعتك عادي. طب هلاحظ حاجه، الباي هتشال مع الباي. ال 4 اوفر 3 دي انا ممكن اوديها بالديفايدد هنا. يبقى r باور 3 ايكوال 288 ديفايدد 4 اوفر 3. لو انا حسبت دي كلها على بعضها على الكالكليتر هلاقيها ادتني 216. 216. اقوم انا واخد كيوبك روت عشان ده r باور 3 ناخد كيوبك روت هتلاقي الراديوس طلع 6. يبقى هو كان مديها لي ان كان مديني الراديوس مباشره فانا عوضت بيه. طب نفرض ما كانش مديني الراديوس مديني الفوليوم نفسه بيقول لي هات لي انت الراديوس نعرف برضو ايه نجيب. طيب يبقى انا الانسر بتاعتي 288 باي. يعني انا قلت راجع على دي بالمره على اساس لو جاب دي او جاب دي هو دايما يجيب واحده منهم، يا يديك الراديوس ويقول لك هات الفوليوم، يا يديك الفوليوم ويقول لك هات لي الراديوس. احنا كده عرفنا الاثنين. If the point A and 1 If the point A and 1 satisfy the relation. طالما يقول لي satisfy the relation او يقول لي the point lies on the straight line قال اي حاجه من دي يبقى معناها نعمل substitution يعني تعويض على طول. هو مديني البوينت اسمها ايه؟ اهم حاجه عندي البوينت، البوينت اسمها A and 1. ال A ده بيبقى ال x coordinate وال 1 ده بيبقى ال y coordinate. satisfy the relation، ال relation اسمها ايه؟ x plus y equal 5. انا كل ما عليا ان اشيل ال x واحط بدالها ايه؟ x equal ايه؟ وهشيل الواي واحط بدالها 1 بس. يبقى بقت الايكويشن a بلس 1 ايكوال 5. طب ما انا ممكن اودي ال 1 الناحيه الثانيه بأوبوزيت ساين يبقى a ايكوال 5 ماينس 1 يعني a ايكوال 4. خلصت على كده المساله. تمام جدا. ب a ايكوال 4 وده اوبشن نمبر كام؟ نمبر c. يبقى اتفقنا لو قال لي ساتيسفاي ذا ايكويشن او لو قال لي ذا بوينت lies on the line الاثنين هنعمل substitution ناخد البوينت نعوض عن الاكس بكذا وعن الواي بكذا. تمام؟ طيب لو جينا خدنا اللي بعديها قال لي ايه؟ اللي بعديها دي سهله انا ممكن اكتبها زي ما هي كده على الكيبورد. هو بيقول لي 2 كيوبك روت 3 2 كيوبك روت 2 all to the power 3. دي انا لو كتبتها على الكالكليتر زي ما هي كده هتطلع لي 60 على طول. طب اللي عايز يعملها من غير كالكليتر هي الاصعب من اساس الكالكليتر حلتها ازاي؟ عشان نبقى فاهمين برضه عشان في ناس بيحب يحل من غير كالكليتر. الباور 3 اصلا نزلت على 2 ونزلت على كيوب روت يعني نزل في بينهم تايمز يعني. هي نزلت على 2 خلتها 2 باور 3. نزلت على كيوب روت 2 خلتها كده. اصلا الباور 3 بتلغي الكيوبك روت 2 فدي هتبقى 2. لكن ال 2 باور 3 لو انا حسبتها تديني 8. 8 تايمز 2 يدينا 16. يبقى كده قدرنا نحسبها بس انا ممكن لو كتبتها على الكالكليتر زي ما هي كده هتطلع لي على طول. اوكي؟ بس انا بقول عشان لو قال لك مثلا شو يور ستيبس. طب فاهمين يا جماعه؟ فاهمين يا يوسف؟ فاهم يا يوسف ولا مش فاهم؟ طيب
تمام. طيب يبقى انا ممكن اكتبها على الكالكوليتر واطلعها. طب ذا ميديان اوف ذا فاليوز، احنا اتفقنا هو بيقول لي الميديان، بس انا من خلالها هراجع على جميع الحالات. يعني هو بيسالني هنا في المساله بتاعتي بيقول لي الميديان ومديني شويه فاليوز كده، بيقول لي ايه؟ 34 33 قصدي 23 سوري، وبعدين 25 وبعدين 40 وبعدين 22 وبعدين 4. بيسالني عن الميديان، الميديان انا هرتبهم واخد اللي في النص بس. ترتبهم بقى فروم ليست تو جريتست او فروم جريتست تو ليست مش فارقه، رتبهم الصغير للكبير وخلاص. يبقى 4 الاول، بعد كده 22، بعد كده 25 لا 23، بعد 25 وبعدين 34 وبعدين 40. انا كده رتبتهم الصغير للكبير. المفروض ان انا ايه؟ باخد اللي في النص. يعني ازاي؟ بشطب ده مع ده كده كده مع كده. لو كانت تفضل لي واحد في النص بس اللي هو 25 كنت اقول له الميديان 25، لكن طالما تفضل لي اثنين او اعملهم ايه؟ اعملهم بلس بعض ديفايد 2. لو عملتهم بلس بعض وديفايد 2 هيديني ايه؟ هيديني 24. يبقى كده الميديان بتاعنا 24. طيب لو كان قال لي بقى ذا مين، المين سهل، كنت اجمعهم على عدد، يعني 34 بلس 23 بلس 25 بلس 40 بلس 22 بلس 4 اوفر عددهم اللي هو ايه؟ عددهم اللي هم 6، واحسب كل دي على الكالكوليتر واطلع. طب لو قال لي مثلا الرينج اكبر واحد ماينس اصغر واحد، يعني اكبر واحد فيهم مين 40 واصغر واحد فيهم مين 4، 40 ماينس 4 ايكوال 36. طب لو كان قال لي ذا مود، هو ده هنا مفيش مود، بس نفرض مثلا انه زود لي كمان 23 هنا كده، فانا هلاحظ ان ال 23 كررت مرتين مثلا. يعني افرض في المساله الثانيه انا زودت 23، ال 23 طالما زودت مره اتكررت مرتين يبقى المودال فاليو او المود هو ال 23. تمام. انا بقول بقى بس بالمره، هو طلب مني الميديان بس انا بقول ما كانش جايب دي بصراحه، بس انا بقول لو طلب مني المين نعمل ايه، لو طلب الرينج نعمل ايه، لو طلب المود نعمل ايه كريفيجن يعني. طيب نشوف اللي بعديها. لسه بنتكلم، قال لي ده اريثماتيك مين، بس هو ناقص لي واحده منهم. سهله برضه، احنا هنطبق الرول بتاع الاريثماتيك مين. يبقى اتفقنا ان المين مجموعه مع العدد. طيب نشوفها كده، مديني شويه فاليوز، بيقول لي ايه؟ 27 8 16. معلش انا اتاخرت عليك يا يوسف، معلش عشان كان عندي بس ناس قبلك من الكويت وناس من تركيا وناس من قطر عندهم بكره برضو الامتحان بتاع السفاره، فمعلش انا خليتكم بالليل كده. 16 24 اصل هم عندهم فرق توقيت عننا، هم والامارات عندهم فرق توقيت ساعتين والتانيين عندهم فرق توقيت ساعه عننا، فلازم اديلهم مواعيد بدري شويه بحيث ان هم ايه يلحقوا يناموا يعني. طيب 27 و8 و16 و24 24 و6 اوكي. قال لك الارثماتيك مين بتاعهم از 14. طب ما الارثماتيك مين معناه لما اجمع دول على عددهم، يعني بعمل 27 بلس 8 بلس 16 بلس 24 بلس 6 بلس كي اوفر عددهم، عددهم كام واحده؟ 1 2 3 4 5 6، عددهم 6 اوفر 6. المفروض الانسر تطلع كام؟ الانسر تطلع 14. طيب انا عايز احل الايكويشن دي، اقدر احلها؟ الاول دي كي مالناش دعوه بيها، احنا هنجمع كل دول اللي ما فيهمش كي الاول. لو انا جمعت دول هيدوني كام؟ ادي 30 و24 30 و24 يدي لك 54 و27 30 يا جماعه بس مانيوال كده 35 ودي 16 يبقى ما يدينا كام؟ هيديني 81. مجموع دول كده 81 بلس كي. بص بقى اوفر 6 ايكوال 4. انا ممكن اعمل ايه؟ اودي ال 6 دي بالتايمز تايمز تمام؟ يبقى 81 بلس كي ايكوال 84. طيب اقوم ودي ال 81 بس بعكس الساين كده، يبقى كي ايكوال
84 ماينس 81 يبقى كي ايكوال 3. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا ممكن اعمل ايه؟ اجرب على الاوبشنز اللي هو جايبها، على الاختيارات اللي هو جايبها. يعني هو جايب لي ايه؟ ثانيه واحده، هو جايب لي اختيارات تحت، بيقول لي 3 ولا 6 ولا، يقوم شايلين الكي دي وحاطين 3. اللي هو اول اختيار. اول اوبشن عندنا اللي هو ايه؟ لقينا الاجابه هتطلع 14 ماشي، ما طلعتش مجربين الاوبشن بي اللي هو 6. شوف هيطلع 14 ولا لا، ما طلعتش نجرب الاوبشن اللي بعده وهكذا. تمام، بدل ما اقعد احل يعني. فانا لو كنت جربت ال 3 على طول من اهو بدل الكي كانت هتطلع 14. خلاص يبقى كده انا الاختيار بتاعي نمبر 8 اللي هو يبقى نمبر 5 كده، هيبقى الاوبشن بتاع هيبقى دي الاجابه بتاعتها 8 اللي هي 3. طيب تعالى نشوف اللي بعدها. In the opposite figure. بيسألني بيقول لي ايه؟ The mood is، احنا قلنا المود اكتر واحد بيتكرر. من الاخر المود هيبقى اعلى فاليو عندك. ماشي كده؟ The mood equal كام؟ لو انا ملاحظ حاجة اهو. انا عندي اكتر حاجة اتكررت الناس اللي جايبين، بس دي معناها ايه؟ معناها الناس اللي جايبين من 4 ل 5 عددهم كام؟ عددهم 40. عددهم 40. تمام؟ طيب. الفريكوانسي بتاعهم 40 دي ست. يعني عايز افهم برضو معنى الرسمه دي. معنى الرسمه دي معنى الرسمه دي ان انا لو عندي تيبل كده وفي درجات يبقى الناس، او بمعنى صح انا ممكن اجيب المود بطريقه تانيه طالما مش مديني تيبل. بقى بص كده، المود بيبقى ايه؟ لو انا عندي دي اعلى عمود كده، وفي عمود قبله كده، وفي عمود بعده كده، مش مشكله. العمود اللي هنا ده انا باجي على العمود ده، باجي على دول كده، بص كده على البوستين دول، اوصلهم كده اهو وكده، واشوف النقطه اللي في النص هنا تاني، واوصلهم كده وكده زي كروس كده، اشوف النقطه دي قصاد ايه هنا تحت. انا ملاحظ حاجه ان هي هتبقى بين طالعه بين فينا 4 وفينا 6، لانهم مدين هنا 2 4 6 8 10. هو بيسال على المود، المود يبقى نوصل زي كروس كده. الاحظ هنا ايه في النص هنا يعتبر 5، يبقى انا المود بتاعي يعتبر ايه؟ المود بتاعي يعتبر 5 اللي هو اوبشن بي. تمام، اوبشن نمبر 6 يبقى اوبشن بي اللي هو. انت قلت لي البيج اللي بعدها ما فيهاش تشوز ذا كومبليت يا يوسف، صح؟ تمام. طيب نحل بقى اللي هو الجيومتري، برضه موديل 1 في الجيومتري. انا ليه بحل المودلز؟ لان المودلز دي من كتاب المدرسه، كتاب المدرسه مهم جدا، والامتحانات كلها بتيجي منه. فالمودل دي انت لو بصيت عليها فوق هتلاقي يقول لك ايه؟ موديل اكزامينيشنز اوف ذا سكول بوك، يعني دي جايين من كتاب المدرسه. فكتاب المدرسه هو اهم حاجه عندنا وهو المرجع الرئيسي عندنا. فهو كتاب المعاصر برضه بيجيب المودلز بتاع كتاب المدرسه حاططها على اساس ممكن واحد يكون ضايع منه كتاب المدرسه مثلا او حاجه، فيكونوا موجودين لانه عارف اهميته. اي كتاب خارجي هتلاقيه جايبهم لانه عارف اهميه المودلز بتاع كتاب المدرسه اللي بيجي منها كتير. لو جينا بصينا ناخد بقى موديل اللي هو الجيومتري، لو اللينك فصل منكم بص دوس تاني على نفس اللينك القديم، لان زوم بيفصل بعد فتره. لو اللينك فصل خش على نفس اللينك القديم، على نفس اللينك القديم عندي. تمام؟ لأنه زوم بيفصل بعد حوالي 40 دقيقة. فعادي خش على نفس اللينك بسرعة، يعني عادي مش هاخد منك ثانية. دوس عليه تاني هتلاقيك تاني في المحاضرة. يعني مش لازم ابعت لكم لينك جديد يعني. طيب لو جينا بصينا في الجيومتري، لو جينا بصينا في الجيومتري هو بيقول لي ايه؟ The longest side in the right angle triangle is، اللونجست سايد ان ذا رايت انجل ترانجل از ايه؟ الهايبوتس. عارفين كده الرايت انجل ترانجل عامل كده. اطول سايد فيه اللي هو ده اسمه هايبوتنس. في ناس بتقول هايبوتنيوس، الاثنين صح يعني، بس هو النطق المتعارف عليه هايبوتنس او الشيء المشهور يعني. If the lengths of two sides of a triangle are 2 and 7 then the third side، وعامل لي بقى الثيرد سايد، كاتبوا لي ايه؟ كاتب لي الثيرد سايد كده وحطوا لي بين علامتين كده، الثيرد سايد وحطوا لي بين علامتين كده.
بص بقى معايا، انا دلوقتي بقول لي اللينفز بتاع 2 سايدز 2 7، يعني لو قلنا الداتا رانجل اسمه اي بي سي والسايد ده 2 والسايد ده 7، قال لك السايد الثالث ده عشان تجيبه لازم تعمل حاجتين، تعمل مره الرقمين دول بلس بعض، تعملهم ماينس بعض الاول 7 ماينس 2، وتعملهم مره بلس بعض. طيب 7 ماينس 2 يديني 5، 7 بلس 2 يديني 9، يبقى الثيرد سايد لازم يكون موجود بالايه؟ من 5 و9. يعني ايه؟ يعني ده ممكن يكون 6، يكون 7، يكون 8، يكون 8.5، اي رقم بين 5 و9، بس ما يكونش لا 5 ولا 9. ليه؟ لان هو في رول بتقول لي ان sum of two sides of a triangle are greater than the third side. فانت لو جيت تعمل دول بلس بعض هيدي لك 7، قد 7 ايكوال، ما ينفعش، لازم يكونوا اكبر منه. انما انا لو قلت 6 مثلا، تمشي 2 بلس 6 8 اكبر من 7، هكذا. فكده الثيرد سايد هيبقى بتوين 5 اند 9. فساعات هو بيجيبها لي بالمنظر ده، وساعات بيجيبها لي على هيئه انترفال. انترفال طبعا انا ما عنديش علامه ايكوال، طالما ما عنديش علامه ايكوال يبقى انا هعمل اوبن براكت وهنا اكتب ال 5 وهنا هكتب ال 9 وده اوبن براكت براكت، تمام؟ يبقى المفروض تطلع الانسر بتاعتي يا كده يا كده. هو جابها لي بصراحه بالمنظر ده، يعني حاطط لي كلمه ثيرد وحاطط لي هنا 5 نقط وهنا نقط، فانا كتبت هنا 5 وهنا ايه. لو كان جايبها لي ساعات يقول لي ايه؟ ساعات يقول لي بيلونجز تو، بيلونجز تو، ويجيب لي الانترفال دي. سواء قال لي كده او كده انا اقدر اعملها. If the measures of two angles in a triangle are different, then the greater measure of them is opposite to A. احنا عندنا لو two angles مختلفين في الميجر يبقى ال greater angle opposite to the greater side. لوجيك جدا، الانجل مرتبطه بالسايد ارتباط وثيق. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي كده ترانجل ولقيت الانجل دي مثلا 50 والانجل دي مثلا 30، اعرف على طول ان الانجل دي بتشاور على سايد اصغر من الانجل دي. يعني لو دي مثلا بتشاور على سايد 10 سنتيمتر هتلاقي دي بتشاور على سايد مثلا 8 سنتيمتر مثلا. يعني ده جريتر سايد اوبوزيت تو ذا جريتر انجل. فانا هنا الكومبليت بتاعي بيقول لي بقى ايه؟ then the greater measure of them is opposite to، هقول له انا ايه؟ opposite to greatest side او opposite to the greater side. the greater side. لما يقول لي greater angle اقول له opposite to greater side، يقول لي greater side اقول له opposite to greater angle. طيب number 4 بيقول لي ايه؟ if the length of the median drawn from the vertex of a triangle equals half the opposite side of this vertex and then خد بالك الحركه دي ما تتحاشى الا في حاله واحده، بيقول عليها دي، بيقول لي اللينث بتاع الميديان اللي هو ده، اللينث لو في ميديان كده يعني خارج دي بالفرق، ولقينا ان الميديان ده ايكوال هاف السايد ده، الحركه دي ما تتحققش الا في حاله واحده، ان يكون الترينجل ده ايه؟ رايت انجل ترينجل، او دي تكون ايه؟ رايت فيرتكس. يبقى انا هقول له ايه؟ then that the complete back down then the triangle is right angle. وممكن اقول له ايه بدل دي؟ ممكن اقول له then the vertex is right، يعني كانت right، لان الحركه دي ما تتحققش الا اذا كانت دي right angle، right angle، وده هايبوتس، يكون الميديان ايكوال هاف الهايبوتس. يعني لو الهايبوتس ده كله 10 هتلاقي الميديان ده ايه؟ 5. تعالى نشوف اللي بعديها بيقول لي ايه. بيقول لي if the measure of an angle in an isosceles triangle is equal to 60 then the triangle is دي مهمه جدا. الترينجل الايسوسيلس اللي بيبقى فيه انجل 60 بيقلب ايكولاتر على طول. ليه؟ لان لو الترينجل بتاعي كده مثلا ايسوسيلس اهو، الايسوسيس معروف ان البيز انجلز دول ار ايكوال، يعني الانجل دي قد كده، فلو حصل والفيرتكس انجل كانت 60 وجيت اجيب الاثنين التانيين دول هعمل ايه؟ هعمل 180 ماينس 60 ديفايدد 2، فهلاقي كل واحده فيهم طلعت لي 60، وطالما كل الانجلز 60 كده يبقى ده بقى ايكولاترال ترانجل، تمام؟ وفي نفس الوقت واحد يقول لك طب يمكن اللي تحت هي اللي ايكوال 60، برضه نفس القصه، لو الانجل دي اللي 60 طب ما معروف ان دي قد دي، يبقى دي برضه هتبقى 60.
طب انا عايز اجيب دي، طب اعمل 180 ماينس 60 بلس 60، هلاقي الانسر 360، يبقى برضه هيقلب ايكولاترال ترانجل. ولذلك يقول لك الايكولاترال ترانجل از ان ايسوسيلس ترانجل، يعني كان اصلا ايسوسيلس ترانجل with an angle of measure 60. فهو دلوقتي بيقول لي ايه؟ if the measure of an angle in the isosceles triangle equals 60 then the triangle is، اقول له is equilateral. يعني الترانجل على طول هيقلب equilateral، يعني كل السايدز على بعض. لو بصينا على question number question number 2 question number 2 هو تشوز بيقول لي ايه؟ بيقول لي in the opposite figure وراسم لي ايه؟ equilateral triangle كده اهو، جميل جدا ماشي، عامل لي كده بيقول لي ده equilateral. طيب واما ديب لي السايد ده كده اللي ده بي سي دي بي ودي سي ودي ايه، وقال لي هنا البوينت دي بي ماشي. اوتوماتيك كده مجرد ده ايكولاترال ترانجل، يبقى الانجل دي 60 ديجريز ودي 60 ديجريز ودي 60 ديجريز، واقدر اجيب الاكستيريور انجل ده اللي بره الترانجل ازاي؟ المفروض دي مع دي 180، فانا ممكن اعمل 180 ماينس 60 هتديني 120، يبقى الانجل دي 120. يعني مجرد ما لمحت وقال لي ايكولاترال من غير ما افكر السؤال بيقول ايه، اطلع انا الانجلز كلها. طيب وساعات بيجيب لي حتى السؤال ده يقول لي the measure of exterior angle of an equilateral triangle is ال exterior اللي بره دي، هم كلهم 60 فاللي بره دي بتبقى 120. جت منين؟ عملنا 180 minus 60 لان ده straight line. طيب هنشوف السؤال بيقول ايه؟ هتلاقيه بيسأل في كده، قال لك هات لي measure angle ACD. ACD طب ما انا جبتها لك بكام؟ ب 120. measure angle ACD ايكوال كام؟ 120. وده الاوبشن نمبر اوبشن نمبر سي، يبقى الانسر بتاعتك سي. ماشي نشوف اللي بعدها، بيقول لي ان تراينجل اي بي سي ان اي بي ان تراينجل اي بي سي which is right angle to at B. طالما قال لي right angle to at B انا هعمل كده، ادي البي اهو هو كده right angle. ممكن بقى تكون دي الاي ودي السي، او دي الاي ودي السي مش فارقه، المهم ان الرايت انجل دي بي زي ما هو قال. طب اي سي ايكوال تو، طب ما اي سي ده هو الهايبوتنس. طيب then the length of the medium drawn from B لسه قايلين من شويه، لو انا رسمت ميديان من هنا كده يعني واصل لميد بوينت هنا، الميديان ده بيبقى هاف الهايبوتنس، يعني هيبقى ايكوال كام؟ ايكوال 10. تمام يبقى نمبر 2 الانسر بتاعتها هتبقى كام؟ 10 سنتيمتر اللي هو اوبشن نمبر 2. طيب لو بصينا على نمبر 3، يعني هم الحمد لله التو مودلز دول لمين يعني عملوا يعتبروا عملوا ريفيجن شامله على الالجبرا وعلى الجيومتري، يعني حلوين بصراحه، لمين كل الرولز وكل الحاجات، هي مودلز بتاع كتاب المدرسه جميله يعني بصراحه سكول بوك. طب لو جينا بصينا نمبر 3 وكل اللي بيحطوا امتحانات بياخدوا منها، يعني بياخدوا منها من المودلز بتاع كتاب المدرسه. يقول لي في نمبر 3 ايه؟ اكس واي زد از ترانجل ان ويتش ميجر انجل زد ايكوال 70 ميجر انجل واي ايكوال 60. طيب نرسم اي حاجه يا جماعه نرسمها، مش عارف ما نعرفش ندخلها في المعنى نرسمها قدام معانا على طول. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي ترانجل اسمه اكس واي زد ان ويتش ميجر انجل زد ايكوال 70 وميجر انجل واي ايكوال 60. حلو هترنجل عندك اكس واي ميجر انجل كام؟ ميجر انجل زد ايكوال 70 اوكي، ميجر انجل واي ايكوال 60. حلو طب ما انا كده ممكن اجيب الانجل الثالث اهو، اقوم عامل 180. المساله نمبر كام؟ المساله نمبر 3. احل بس هنا مكان الانسر واحل هنا بقى، اعمل 180 ماينس 60 بلس 70 هجيبها على الكالكوليتر هتقوم طالعه لي 50. خلاص يبقى الانجل الثالثه دي 50. حلو طب ايه المطلوب مني؟
ايه المطلوب بيقول لي ايه؟ then y z وادي اكس واي، ادي y z وادي اكس واي. احنا اتفقنا قبل كده طالما ان الترينجل اسمه اكس واي زد، لو هو قال لي واي زد، لو هو قال لي واي زد، واي زد الرمز المخالف يبقى اوبوزيت تو انجل اكس، لو هو قال لي اكس واي يبقى اوبوزيت تو انجل زد، يعني بقول الرمز الثالث تمام. فهو هنا بيقول لي واي زد، واي زد يبقى ده قصاد انجل اكس. طب اكس واي يبقى ده قصاد انجل زد، لو جينا بصينا لها اهو فعلا ادي واي زد، لو احنا دخلنا ان هو بيشاور كده الصباع ده على انجل هنلاقيه بيشاور على انجل اكس. طيب اكس واي لو دخلنا ان ده صباعه مثلا هنلاقيه بيشاور على انجل زد. طيب انا ملاحظ حاجه، ان انجل اكس اصلا اصغر من انجل زد، انجل اكس اصغر من انجل زد، خلاص يبقى اوتوماتيك السايد ده اصغر من السايد، لان السايد مرتبط بالانجل، زي ما انجل اكس ليد ذان انجل زد يبقى لازم واي زد اللي هو قصاد انجل اكس يبقى ليد ذان اكس واي تمام. فانا هختار ليد ذان اللي هي اوبشن نمبر تمام. طيب the length is which can the length is which can be length of sides of a triangle R R مهمة جدا. احنا اتفقنا مع يوسف والجماعة ال 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 ان sum of two sides in a triangle is greater than the third side. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني عشان ينفع يكون يديني سايدز ويقول لي كود بي وسايدز اوف ترانجل، كود بي لانسز اوف سايد اوف ترانجل، لازم يكون ان انا هنمسك مجموع اثنين اكبر من الثالث. طب نجرب مثلا اوبشن نمبر ايه ده كده؟ دي نمبر 2. هو مديني ايه؟ مديني 0 و3 و5. المفروض ان انا لما اعمل 0 بلس 3 تطلع اكبر من 5، ولما اعمل 3 بلس 5 تطلع اكبر من 0، ولما اعمل هو اصلا مش هينفع يكون في سايد بزيرو اساسا، يعني الاوبشن ده غلط خالص اللي هو نمبر 8. ما ينفعش يكون في سايد بزيرو اصلا. تمام؟ فاحنا بقى الناس قالك بدل ما نروح نجرب ناخد 0 بلس 3 ونشوف اكبر من 5 ولا لا، ونرجع ناخد 3 بلس 5 ونشوف اكبر من 0 ولا لا، قال لك خلاص جرب على اصغر 2 وخلاص. هو 0 بلس 3 اصلا 3 مش هتبقى اكبر من 5، الكلام ده غلط. الحاجه الثانيه اللي تخليها غلط ان هي فيها زيرو. فزيرو مفيش سايد بزيرو. يبقى كده اوبشن ايه ده؟ غلط ومفروض تمام. طب نجرب كده على اوبشن بي. اوبشن بي بيقول لي 3 3 اند 5. احنا قلنا نجرب على اصغر 2 وخلاص. مش لازم اقعد اخد كل 2 مع بعض. نجرب اصغر 2. 3 بلس 3 اكبر من 5. مظبوط. 6 اكبر من 5. طب عايز نتاكد اكتر، خد الاثنين التانيين. 3 بلس 5 اللي هو ده اكبر من 3. فعلا يبقى مجموع سايدين اكبر من الثالث. طالما sum of two sides greater than third side يبقى ده ممكن يكون triangle، يبقى option دي هو اللي هيبقى صح. طب نجرب option C برضه عشان عرفت ليه غلط. هو جايب لي في option C 3 3 6. طب نجرب كده اتنين صغيرين 3 بلس 3، هسأل نفسي هل هي أكبر من 6؟ طبعا غلط، لأن 3 بلس 3 6، 6 مش أكبر من 6، الكلام ده غلط، يبقى option C ده كمان غلط. كذلك اوبشن دي جايب لي 3 و3 و7، انا بس بعرفه ليه التانيين دول غلط. اعمل كده اتنين صغيرين 3 بلس 3 6، هل اكبر من 7؟ لا ده 6 وده 7، لا يبقى غلط. تمام، انا عندي دلوقتي لازم يكون sum of two sides is greater than the third side، فمش هتحقق الموضوع ده الا في اوبشن دي. وفي نفس الوقت ممكن كان يقول لي ايه؟ could be the sides في السؤال of an isosceles triangle. ففي ناس تنخدع بالكلام، isosceles بيجيب لي دي مثلا. يقول لك اه طب ما في تو سايدز قد بعض اهو يبقى ده isosceles. لا، هو لازم يحقق شرط الاول ان هو ينفع يكون ترينجل. يعني لازم اجرب على التو سايدز الصغيرين دول 3 بلس 3 6. 6 ايكوال السايد الثالث، ما ينفعش. ده ما ينفعش يكون ترينجل من الاساس. مش هنقول عليه ايسوسيلس ولا ايكولاترال ولا اي حاجه. لكن ده لو جينا نجربه ده حلو جدا. سم اوف تو سايدز اكبر من السايد الثالث، والمفروض اجرب على كل السايدز. بس الناس بتريح دماغها وبتجرب على اصغر اثنين وخلاص. 3 بلس 3 6 اكبر من 5.
يعني المفروض اقعد اجرب 3 بلس 5 اكبر من 3 وهكذا. فكده اتضح ان ده ينفع يكون تراينجل، وفي نفس الوقت عندي 2 سايدز ار ايكوال، يبقى ده ينفع يكون ايسوسيلس تراينجل كمان. معايا يا جماعه؟ لو جينا بصينا على ايه اللي بعد كده؟ قال لي ذا تراينجل اللي انا بفايف نمبر 5 يقول لي the triangle in which the measures of two lengths of its of it are the measure sorry of two angles of it are 42 and 69. نرسم على طول ما اقعدش اخمن في دماغي. ادي عندي تراينجل هنقول مثلا واسميه انا اي اسم، هو ما حددليش اسميه انا اي اسم بي دي سي. بيقول لي عنده انجل 42 وانجل مثلا 69. ايه انجل مثلا كبيره دي اللي فوق 69 مش هتفرق على فكره، اي ممكن نحطهم في اي مكان. انجل 42 والثانيه 69، بس انا بفضل دايما الانجل الكبيره اخليها فوق، بس مش غلط لو حطيتها في اي حد. طب ما اكيد انا لازم اجيب الانجل الثالث. 180 ماينس 42 بلس 69. نجمع دول طبعا على الكالكوليتر بقى احسبها، انا عشان مش معايا الكالكوليتر دلوقتي. تقريبا 6 7 و 4 11 خلاص. لو انا حسبت دي كانت ماينس 1 9 ماينس 7 ماينس 1 6 هتطلع 69. الانجل الثالث طلعت 69. طالما الترينجل بقى عنده two angles are equal يبقى كده الترينجل ده هيبقى isosceles. لان الترينجل لو عنده three angles are equal كل واحده 60، لو الانجلز كلها equal كل واحده بقى 60 والترينجل كله 180، فلو three angles are equal هيعتبروا divided 3 هيديني كل واحده ب 60 ده بيبقى equal. ولكن لو عنده two angles بس هم اللي equal يبقى ده isosceles، يعني الانجل دي هلاقيها بتتشاور على مين؟ بتتشاور على السايد ده. والانجل دي بتتشاور على السايد ده، يبقى التو سايدز دول على طول سي اي وسي بي لازم يكونوا ايكوال. فهو دلوقتي بيسالني بس بيقول لي الترانجل ده نوعه ايه؟ فانا هقول له ان الترانجل ده ان ايسوسيلس ترانجل. اوبشن نمبر اي. بنختار ان ايسوسيلس ترانجل. لو جينا بصينا على ال السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ if measure angle C twice measure angle A. بيقول لي measure angle C equal twice measure angle A. يعني هو مدينا الترانجل واقف عامل كده. ايه؟ سي انجل سي تبقى توايس انجل ايه يا جماعه في حاله واحده بس، اصل التو انجلز دول مجموعهم 90، طالما دي لوحدها 90 الترانجل كله 180، فبيبقوا الاثنين دول مجموعهم 90، الاثنين دول مجموعهم 90 خلاص. طالما دي توايس دي يبقى دي لازم تكون 30 دي لازم تكون 30 ودي لازم تكون 60، دي لازم تكون 30 ودي لازم تكون 60. طيب السايد اللي اوبوزيت تو 30 على طول، يعني ال 30 هنا بتشاور على ايه؟ بتشاور على ده. فالسايد اللي اوبوزيت تو 30 يا جماعه بيبقى هاف الهايبوتنس. هو مديني البي سي بكام؟ البي سي بيقول لي ب 6. فين الهايبوتنس؟ الهايبوتنس اللي هو ده. الهايبوتنس هيبقى بكام؟ قده مرتين، يعني هيبقى 12. لانه السايد الاوبوزيت 30 بيبقى هاف الهايبوتنس، يبقى لما ده 6 يبقى اي سي هيبقى 12. هو بيسالني على اي سي، يبقى اي سي هيبقى ايكوال قال لي ميجر انجل سي توايس ميجر انجل اي، يبقى دي 60 ودي 30. طيب في نفس الوقت قال لي بي سي ايكوال 6، السايد الاوبوزيت تو 30 ده بيبقى هاف الهايبوتنس، يعني طالما ده ب 6 يبقى الهايبوتنس بكام؟ ب 12، يبقى اي سي ايكوال 12.
معلش هستأذنك دقيقة بس يا يوسف كده، دقيقتين. نرجع تاني معايا يا جماعه، مع يوسف. طيب هقول تاني بقى ايه. يبقى ده طالما اوبزيت تو 30 بيبقى هاف الهايبوتنس، يعني اي سي هيبقى 12 اللي هو الاوبشن نمبر دي. تمام، يبقى نمبر 6 دي هيبقى اوبشن نمبر اللي هو 12. تمام، هرجع بقى قبل ما نختم على شويه حاجات في الجيومتري كده، اللي هما الحاجات اللي بتعمل لي هاف. الحاجات اللي بتعمل لي هاف في الجيومتري اللي هما مين؟ أول حاجة اللي هو ده، لو أنا عندي هنا ميد بوينت، تمام؟ لو ده اي بي سي أهو، اي بي سي وأنا عندي دي ميد بوينت، وهنا في ميد بوينت، ولتكن هنا اكس وهنا واي، لازم الاكس واي ده يبقى هاف البي سي. يعني لو البي سي ده 10 الى الاكس واي كام؟ 5 سنتيمتر. طيب مين تاني اللي بيعمل لي هاف؟ لو انا عندي رايت انجل تراينجل والانجل دي 30، السايد اللي في وشها ده على طول اللي هو الاوبوزيت بيبقى هاف الهايبوتنس. يعني لو ده 5 يبقى ده 10، نص الهايبوتنس. مين تاني اللي بيعمل لي هاف؟ انا عندي رايت انجل تراينجل كده، وجيت رسمت ميديان من هنا من رايت انجل لحد نص الايه؟ ميديان كده، خلاص عمل هنا في الميد بوينت ده ميديان. في الحاله دي برضو البي بي ده يبقى نص مين؟ نص الاي سي. يعني الاي سي كله 10 برضو، يبقى الاي بي كام؟ 5. وساعات هو بيجمع لي الاثنين دول في حاجه واحده. ازاي؟ يقوم واخد الانجل 30 دي حاططها لي هنا مع الرسمه دي. طب ما الانجل 30 برضو السايد اللي في وشها نص الهايبوتنس. فانا اكتشف من كده حاجه، ان البي دي ده، البي دي ده احنا اتفقنا هيبقى 5، والسايد اللي في وش ال 30 هيبقى 5، وده طبعا عشان مقسوم نصين يبقى 5 و5 لان دي ميد بوينت. فكده الترينجل اللي فوق ده بقى ايكولاتر، يعني كل الانجل بتاعته 60. 60 وقت مني دي كلها 90، من الانجل دي كلها 90، فدي 60، تلاقي الحته اللي تحت دي ايه؟ 30. وفي نفس الوقت الترانجل اللي تحت ده، طبعا الانجل ده هتبقى 120. ليه؟ هكبر انا تاني الترانجل ده عشان ده مهم، ان انا ممكن يجيب لي ترانجل زي ده، ممكن اطلع منه انا معلومات كتيره قوي، يعني ممكن يعمل لي كده. اي بي سي رايت انجل تراينجل، يقوم اللي هيحط من الساتن اللي هو الاي سي. لو اداني الانجل دي 30 هيبقى اللي في وشها اللي هو الاي بي ده 5 هاف الهايبوتنس. طب لو حط لي ميد بوينت هنا كده، ميد بوينت يعني معناها ده هيتقسم نصين، يعني الاي دي هيبقى 5 والدي سي هيبقى 5.
طب لو طلع لي ميديان من هنا، الميديان ده نصه هيبط، يعني هو كمان هيبقى 5. فكده ظهر لي ايه؟ ظهر لي ان الترانجل اللي فوق بقى ايكولاترال، اهو 3 سايدز ار ايكوال، يعني الترانجل اللي هو بتعمله باللون الاحمر ده كده، ده بقى ايكولاترال ترانجل، بينما الترانجل اللي تحت دون اللي هو ممكن نعمله بالاخضر ده هيبقى ايسوسيلس. ايسوسيلس. طب لو عايز اجيب بقيه الانجلز اجيبها ازاي؟ بسيطه جدا، ده الكولاترال ترانجل يبقى الانجل دي 60 ودي 60 ودي 60. طالما دي 60 اقدر اجيب الانجل اللي جنبها تبقى 120. ليه؟ لان كل ده 180، يعني 180 ماينس 60 هتطلع 120. في نفس الوقت طالما ده ايسوسيلس اللي تحت ده الانجل 30 يبقى دي 30. يبقى انا كده جبت كل الانجلز، او دي كلها 90 الحته دي 60 يبقى الحته دي 30. فالترانجل ده يعتبر شامل اكتر من نص الجيومتري اللي عندي. لو جينا بصينا برضو على ايه تاني اللي ممكن، يبقى كده احنا خدنا الحاجات اللي ممكن تعمل الف. عندنا بس الحاجه الثالثه اللي هراجع عليها برضو بتاع الميديانز اللي هي الكونكرنت بوينت. اهو كده الميديان، يعني لو ده اسمه اي بي سي ترانجل، لو قلنا ان الاي دي ده ميديان اهو، بيبقى الام اللي هي الكونكرنت بوينت اوف ميديانز اللي هي دي اللي بيتقابلوا فيها الميديانز كلهم، البوينت ام دي ما بتبقاش في النص بالظبط، بتبقى واخده التلت والتلتين. يعني ايه التلت والتلتين؟ يعني هو لو جه قال لي اي دي ده، ناخد مثال اي دي ده كده نطلعه بره، اي دي ده اللي هو الام هنا كده مثلا، والله لو قال لي ان الام دي بيطلع مثلا 4 يبقى الاي ام قدها مرتين 8. طب نفرض قال لي ان كل ده طوله 12 مثلا، وانا عايز اجيب الحتتين دول، انا ممكن اجيب الحته الصغيره دي ازاي؟ الاول اجيب الحته الصغيره، ام دي بتبقى ايكوال 1 اوفر 3 تايمز 12، لان الحته الصغيره دي بتبقى تلت الهايبوتنس كلها. فانا ام دي ده لو انا عملت 1 اوفر 3 تايمز 12 هتطلع 4، يبقى ام دي ده طوله 4، وطالما ام دي طوله 4 يبقى ايه ام طوله ايه؟ يبقى لو اداني الميديان كله انا عامله تايمز 3، او في ناس يعملوا ايه ديفايدد 3، يقوم يجيب طول الحته الصغيره اللي هي الام دي. جاب الحته الصغيره، الحته الكبيره توايس، يعني الاي ام توايس الام دي تبقى 8. بس يعني ده كل اللي يعني طبعا الحمد لله رجعنا كده للالجبرا والجيومتري. احنا خدنا بس اللي تشوز الكومبليت، ما خدناش الاسئله اللي هي الاسي اللي هي البروف والحاجات دي. ليه؟ لان هو ان شاء الله الامتحان هيجي بكره باذن الله كويس يعني، واتمنى كل تشوز كومبليت، فان شاء الله هيبقى حلو وسهل باذن الله يعني. يعني مش هيبقى فيه بروف، مش هيبقى فيه الحاجات دي، لانه كل الامتحانات جت تشوز، فان شاء الله ده هيجي تشوز برضه ربنا سهلها يعني. مش هيبقى فيه ايه، فان شاء الله هنحله كويس جدا. طيب في اي اسئله عايزين نسالوها يا يوسف؟ لا تمام. تمام، احنا كده رجعنا للالجبرا والجيومتري اهو، وانت خدت سكرين شوتس اكيد للحاجات كلها انت وزمالك، بس تراجعها وخلاص. تمام، طيب ماشي، بالتوفيق ان شاء الله بكره، وذاكروا بقى بقيه المواد التانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.